حقيقة هو مخرجات الدراسة الاستراتيجية للماء والمياه والأراضي في العراق أعطت توصية أن العراق لا يحتاج لسدود خزنية كبيرة، هذا قرار وإحنا نعتمده، هي خارطة الطريق بالنسبة لنا، لكن أوصت بسدود لتوليد الطاقة الكهربائية وسدود حصاد المياه. هذا تحدثت عنها 36 سد، هي سدود حصاد المياه اللي منتشرة في الصحراء الغربية والبادية الجنوبية، بادية السوام بشكل خاص والبادية الموصل. ماذا تقصد بحصاد المياه؟ حصاد المياه، حصاد المياه، هناك كميات من الوديان، الأمطار تسقط في وديان تذهب إلى مستنقعات وإلى مناطق يعني تتعرض للتبخر ولا نستفيد منها. الفكرة الحالية في العالم عموما أنه شلون نقدر نستفيد من هذه المياه، نسوي مجموعة سدود وليس سد واحد أو حواجز يسموها بارير، حتى نمنع سرعة جريان المياه، نجبر المياه أن تغور بالأرض لتعزيز المياه الجوفية. إضافة إلى هاي، إحنا ليس فقط نعتمد على الأمور الطبيعية، راح يكون عندنا أعمال، وأنا أعطيت توجيه إلى هيئة المياه الجوفية أن يحفرون آبار مجاورة إلى هذه الأحواض، إلى هذه المناطق الفيضات، لغرض تغذية المياه الجوفية، نسميها تغذية الصناعية للمياه الجوفية، لأن إحنا تعرف المياه الجوفية، أنت بالمقدمة ذكرتها الحقيقة ويجوز نجي عليها بعدين، مياه الجوفية مصدر مهم وأساسي بالنسبة لنا في العراق، لأن هالسنة عندما كانت المياه السطحية محدودة وشحيحة وافقنا فقط على بالخطة الزراعية على زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية، لكن وافقنا على أن نزرع 4 مليون دونم على المياه الجوفية، وهذه رقم مو قليل الحقيقة، يعني رقم كبير، وهذا الواقع يعني يحتاج أن نستغل أو نستخدم كميات كبيرة من المياه الجوفية.